انا حواري مع يوسف اللي ان بو اوريجينال يوم باش نعرضوا على يوسف تصاور وهو باش يعلق عليها، وكل تصويرة اكيد عندها تاريخها وعندها مكانتها بالنسبه ليوسف. تصويرة الاولى قاعد زواوي تساعد حاجه. مرحبا بك اخويا معتز، مرحبا بك مهدي، مرحبا بالجميع المشاهدين. بون التصويره الاولى هذه صارت زواوي، معناتها تقريبا دارنا ثانية، عديت فيها اكثر من 15 سنه، فيها برشا حاجات ذكريات باهية، فيها برشا تعب، برشا سفرانس، برشا بكاء. كنت نروح نبكي برشا خاطر ما نعرفش. هي ديجا تبدلت التصويرة، يزين التصويرة نقدية باركي جديد. دونك فوالا، معناتها سيتان اندروا اللي في بالي يقعد مرسوخ، لأنه كما قلت لك معناها بلاصة متكونة في 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 ذهني، بلاصة معناتها عشت فيها برشا وقت من حياتي. دونك بالنسبة لنا سيتان غوبيغ من الديبار متاع التصويرة الثانية. هذه فينال كوب 2007 جونيور، جينيراسيون كانت جينيراسيون باهية برشا نتاعنا. يعني كمال علويني عثماني شمس، صحيح صحيح، حسن المحجبي، وجدي بريك، مسلم كراي. شكون مدرب وقتها؟ نجيب بن ثير ديريكتور تكنيك. ليه نتذكر نجيب بن ثير؟ رامي عايش. ليه نتذكر نجيب بن ثير؟ كان الرياضة عصيز زي ترسيم. وقيس عطية كان هذيك أول سيزون اللي شد فيها معنا قيس عطية. ذي التيتر، آخر تيتر يظل في الأصناف الشابة زيت. هذا اخر تيتر سيبري، هذه اخر سيزون لعبناها احنا جونيور بعد 3 سنوات متتاليه ما خسرنا حتى ماتش. جينيراسيون كانت جينيراسيون باهي برشا. وين جينيراسيون؟ والله شوف ويني، صاروا برشا ظروف راهو. شوف ما معناتها كيف تكون عندك جينيراسيون، معناها كيف كسوا في الاسبيرونس ولا في اي نوادي اخرى كبيره، وما يكونش فما سويدي كوم الفو، ما تكونش فما اداره فنيه معناتها ليه بالتالون هذوما، سي نورمال باش تتمحل مع الظروف، مع اللي يحب يذهب قرايته، اللي يقول لك انا ما عادش نكور، اللي يقول لك ما عادش عندي ثقه في الكوره، اللي يقول لك ما عادش عندي ثقه في السبور. دونك كان برشا تقصير من الاطارات ومن الناس اللي تاثر فينا، لانه احنا عمرنا 18 سنه وقتها، 17 18 19 حاجه هكا، والملاعبيه زاده كانوا مشاركين، لانه في بعض من الاوقات فما ملاعبيه ما تصبرش، في بعض من الاوقات فما ملاعبيه ما تخدمش كوم الفو، في بعض من الاوقات فما ملاعبيه تحب تحرق المراهق. معناها كانوا عده اسباب، ومش احنا برك، شوف الرياضات الكل معناها تلقى ملاعبيه في الاصناف الشابه، معناتها في الاصناف الشابه معناتها نوع، ومن بعد يطلعوا سينيور ما مش بشرط هي يقعدوا في نفس المستوى، والعكس بالعكس، من ايام جوريت معناتها في الاصناف الشابه عاديه جدا تري طلعت سينيور، معناتها ولات خذيت ديمونسيون اخرى. فهمت قديش من واحد من جينيراسيون هذيا يوسف وصل لعب سينيور في الاسبيرونس بخلاف يوسف بن علي؟ يوسف بن علي في فينال هذيك انت كنت تلعب سينيور، ترينا مع سينيور. انا نلعب سينيور، نلعب حتى ديش ماتش مع سينيور، نلعب مع من 2005 2006 نلعب. قديش من واحد لعب في التراجي؟ والله شوف من ابناء النادي، الموضوع هذا موضوع كبير برشا، وانا نحب نحكي فيه معناتها بطريقه معناتها سريعه برشا. الجينيراسيون اللي كانت فيها انا كانت نورمالمون فيزي باش يطلعوا اكثر من 5 أو 6 ملاعبين، لكن تبقى فما ظروف تتبدل، انت فما ضغط نتاع الجمعيه، واللي انا مانيش موافق معاه. قول احنا جمعيات الكبار مازلنا الضغط تتريك، بالعكس فما يكون فما كاتيجوري كبيره اللي باش تهز الحمل نتاع لي تيتري، كاتيجوري صغيره اللي هي باش تاخذ معناتها المشهد تتبع وتتعلم من الخبره. احنا ما كانش عندك الليزون بينك الجينيراسيون الصغيره اللي باش تهز على اخر، والليزون الكبيره جوارات اللي كانوا يلعبوا.
معناتها كان ضغط كبير برشا ونتفاهم ضغط على الإدارة الفني ضغط على الإدارة ويعد أنه يزلنا تيترويات يزلنا تيترويات يزلنا تيترويات فإذا كان ما تعطيش ديركتومون ما تقعدش معناتها إذا كان ما تعطيش ديركتومون ما تقعدش مش جابك على سؤالك طلعنا خمسة سينيور وأنا كنت آخر واحد طلع أنا ما كنتش في الشابيتر برانسيبال حكم أنا كنت انترناسيونال حكم انترناسيونال احنا كنا سبعة في الكيب ناسيونال وكان قلت لك جمعية كاسحة كاسحة جمعية ذيك معناتها فريمو كنا على حد نربحو باش تعملي المشاكل والله باش تعملي المشاكل هذا آخر هدف 25-25 في 24-24 في ساعة موسم 2012 2011-2013 ترجي رياضي التونسي وقتها كان معنا مدرب سيد العياري بعد خذيه في مرحلة البليوف خذيه عمر الخبيرة وسريال عزيز عامتها كلوب افريكا عامت 24-24 في البليوف ونجم رياضي الساحلي كان توج بكاس افريقيا صحيح يعني ترجي رياضي التونسي شارك في البليوف ان تونك اوتسايدر ثلثين تعدينا ثلثين ورغم ذلك عدينا ثلاثين وانا بالنسبه لي انا من احسن التترويات اللي نذكرهم خاطروا بفريق شيب لانه كان فريق شيب وكنا ممسوسين في اول جورني بلاي اوف نعملوا تعادل 23-23 في الحمامات معناها احنا كان عندنا شانس واحده نزل البطوله انه تربح 6-6 عملنا تعادل مع الحمامات النجم الرياضي الساحلي يربح نادي الافريقي بتونس فالتعادل بتاعنا هذاك اللي كان نورمالمون صحيح هي خرجنا من الكورس رجعنا في الكورس لانه النادي الافريقي كان عنده بلوس 6 تاع بونوس دونك رجعت متريادة على اللعبه شويه لكن تبقى قعدونا خمسه ماتشات زلنا نربحوا 5-5 الوقت هذاك يا سيد معناتها انسحب لانه كان فما برشا ضغط وذكر فما بينالتي معناها ذكر بينالتي 22-22 في الحمامات والوقت وفيه وبينالتي مروان بن عبد الله معناتها ضيعها بطريقه من اللوب واحد فكنا معناتها كنا فريمون ديسيو لانه باللي جروبنا به يعني عملنا سيزون صحيح خسرنا مع الكلوب وخسرنا مع الـ مع الـ مع ليتوال في سوسة لكن عملنا سيزون به تحس اللي فما نويو به فكاو قلنا سيخ معناتها عملنا نون في الحمامات والحمامات ما كانت كيبه به يا برشا هزت الكاس هزت الكاس وقتها فيها وائل جلوز وفيها نسيم صنيات وحميد امامي ويسري الغالي معناها كان نيفو ممتاز معناها بصراحه نيفو البلاي اوف ممتاز واحنا في الوقت هذاك صحيح مش صغار برشا لكن ما عندناش الخبره الكبيره اللي باش تخليك تنافس فخبينا كل ماتش وماتشو بون قلنا توا ما عادش فما السيد معناتها خرج وحب الانسحاب نكملوا مع عمر خبيره وكنا معناها كملنا نفس السيستم نخمو وكنا حكينا معناها لي جوار بار بوس نعملوا هكا ونكملوا نلعبوا ومشيت معنا مشيت لانه كان فما معناتها جو صافي كان اوبجيكتيف واحد كانت الامور على قلب رجل واحد نقول وكاو معناها الجورني الرابعة اللي هي هذيك في سوسة نورمالمون يزلنا نربحوا لأنه احنا في بالنا الكلوب باش تربح حمامات نلعبوا نذكرها كيما توا معناتها يزلنا نربحوا فالماتش الحمامات والكلوب بدا بعدنا بشوية وفي الماتش نيول ونيتي معناتها لعبة متريدة فهمت وإحنا يزلنا نربحوا دو بوان ده اللي حاسينه في آخر بكل خمسة دقائق الأخرى سمعنا اللي الكلوب والحمامات الكلوب خسرت مع الحمامات فأنا أتذكر الهدف ذاك اللي هو ماتش نيول اللي إحنا ماتش نيول نهزو الشامبيونات أوفيسيلمون دونك كانت فرحة كبيرة برشا تهز مع احترامي معناتها للفرق الكل فهمت كنت تهز بطولة في سوسة ظهر لي ما صارتش برشا ذكر مرة ظهر لي في التسعينات والبطولة هذه فعلى المستوى المحلي كانت من أحسن البطولات من أحسن البطولات يوسف بن علي والاستقرار الاستقرار نحب نقول لأنه الاستقرار اسكيلي بينيفيك بالنسبة لجوار بروفيسيونيل في كاريرو انه يعاون باش يلقى الثنية متاعو باش يركز على كورتو باش يركز على خدمته اللي هي يكل منها في الخبز ابريتو طبيعة هذي في السنة ناهو يوسف في هذي ساعة ديديكاس لمرتي وعشيرتي هذي خليل
وام اولادي معناتها نقدم لها تحيه كبيره برشا اللي صبرت معايا وضحت معايا برشا. هذه كانت في جوان 2012 عام من بعد مشيت القطر. لا قبل هذه البطوله هذه ربحنا مازلنا كي ربحنا البطوله في سوسه معناتها. انا نذكر وقتها في ظروف ماديه صعيبه ويعني معناتها امور تعبه معناتها فهمت وتعرف عرس وتعرف فما ذكريات يقعدوا راهم ما يتنساوش. فماتش قبل ماتش ليتوال في قاعدين في المستير عملنا ريونيو انتر جوار هيا الولاد هيا الولاد يا دابي جبت ناخذ كلمه صغيره لانه انا وقتها نكور صحيح وعندي الرون برينسيبال لكن فما اكبر مني جوريات فما سالي مراد حسام دونك مانيش انا اللي باش نكون مسؤول على لي باول فهمت. يا قلت لهم جم اكسكيوز معناها نحب نقول كلمه معناها انا وقتها اون بلان بريباراسيون تاع العرس قلت لهم الوليد كان ربحوش الشامبيون راني ما نعرسش فمعناتها كانت هي لقطه طريفه شويه كانت معناتها نذكرها اللي بالحق معناها الناس نذكر فما برشا ناوني بعد الباس شامبيون وكانت فما رحمه كان فما جروب كان فما برشا حاجات بورتون كان برشا معناتها ديفيرونس في العمر في لي مونتاليتي في الوقت هذاك في الاسبيرونس لكن ما فما حاجه زي لي مونت اكسبيرونس عام وسام عاودوا كان فما استقرار كان فما برشا قدر كان فما برشا حاجات اللي ملوزمه فقدناهم يعني. انا نعرف عميل تالي بليل عبدلي كان لعب مع حسين حميد ذولي تصويره غاديكا يوسف هذا موجوده غاديكا في حاور بليل عبدلي كان تدرب وهو صغير في المكتب في لي سونتر دو بروموسيون على حسام حسين اي موجوده مش يعني ديفيرونس داش كبيره برشا شو كاين برك راه موجود بالعكس هذيك راه السبور اللي يعطيك الفرصه باش تلعب مع بوك يعطيك الفرصه باش تلعب مع الكبير يعطيك الفرصه باش تلعب مع المدرب نتاعك اي حاجه اللي من الحاجات الباهيه السبور وكما قلت لك معناتها مالوغوزمون نفقدوا عقليه الترابط بين الاجيال معناتها انا دو مال معناتها باش نجيبوا الصغار معناتها اون لانتيغر في جروب كبير وهذه معناها عقليه كبيره معناتها مشكله حتى في الاسبور القريب. مشيو الفولي نتاع قطر بعد العرس يوسف اتجه لقطر واحترف في نادي الاخويا بوابه نادي الاخويا انت مشيت لقطر صحيح وين زملت احد اساطير كره اليد ولا فور ستيفانس صحيح دارير الوان تاع ايسلندا اسكو اضاف لك برشا اضاف لي برشا وبدل لي برشا حاجات في مخي وكنا قراب برشا معناها كنت انا تقريبا عبر اخوه صغير نذكر يجيني بالكره نحب نخرج ونحكي معناتها هو مدرسه فريمون مدرسه في الاخلاق مدرسه في التربيه مدرسه في التكوين في الكوريكسيون دو جو في الفيزيون دو جو في معناها برشا حاجات انا نذكر روحي معناها فهمت اللي بعد ما لعبت مع ستيفانسن فهمت اللي كنت نلعب فيه الكل ما هوش هون مالوغوزمون بالحق معناها كلبونيا والعرك وهذا الكل ما هوش هون فاهمك الهوند انه طريقه سهله جدا معناتها بالمينيموم بوسيبل تنجم تسلك امورك ماكش محتاج باش تكون اقوى واحد في العالم باش تلقى الحل. هزيت الالقاب هزينا الالقاب اول بطوله لعبناها اول موسم كوننا الفريق هزينا بطوله معناها هذه حاجه من الحاجات اللي انا مشيت لها من قطر باش تعمل تاريخ نادي وعملنا تاريخ نادي في دوله كامله كرياسيون جديده نتاع كلوب يهز بطوله. وقت تزامن مشينك انت لاخويا سيكسيون بول مع مشين يوسف المساكني. صحيح. سيكسيون فوتبول. صحيح. وقت انا نذكر وقعت في اخر جوان ويوسف كمل ليغ دي شامبيون ووقع في نوفمبر. صنعتوا تاريخ مع بعضكم. انا ليه هو معناها جام اخرى وفوت موضوع اخر معناها الهون ديما راهو اقل برشا من الفوت من حيث الاضواء ومن حيث مي في السيكسيون دبال صحيح في الاخويا معناها كنت جزء من التاريخ جزء مهم جدا فاليرو ليفير ريا ماتش المانيا ذكريات معناها محليه برشا معناها انا نذكر كي نشوف هكا نذكر سوفرونس اللي قبل الكوب دو موند 40 يوم شهر 10 ايام
يو حتى جايش تقولوا شهر وعشر ايام اقولك برشا شو فرنسا شو يمثل فاليير اوليفيرا بالنسبه ليوسف؟ اون ديفياسيون كبيره برشا في حياتي، في حياتي العمليه، في حياتي الشخصيه، في الكوميونيكاسيون. يعلمك كيفاش تحكي، يعلمك كيفاش تتعامل مع العباد، يعلمك كيفاش تكون راجل. تقول كلمه اللي انا ذي حاجه من الحاجات اللي بتوتر الناس يحبونيش اللي ضرت فيش. لا لا بالعكس، شو نشوف فيها مضروع اللي ضرتك؟ لا لا بالعكس، واللي جابت لك الكلام. ايه مين الكلام؟ شوف ديما الكلام موجود يا اخويا منتصر، ديما الكلام موجود. انت بيقولوا شو الكلام؟ صحيح. انا ديما انا واللي ماهوش فيزي راهو لازم يشوف اموره. صحيح. اللي ماهوش فيزي اللي الناس الكل معناتها امريكا معاه ويعني لازم يشوف اموره تبقى. ديما الاحترام موجود. انا ما نذكرش روحي معناها تقول للناس ما نذكرش روحي عملت مشكله هكا فيزا بي مع شخص انت بيك وعليك، مستحيل. كان هو اول واحد اللي اقترحك؟ هو كلمني شخصيا، هو كلمني. ما كنتش في البروجي انا لا. انا ما كنتش جمله موجود معناها. كيفاش بديت؟ الحكايه بدات وقت اللي جاء هو بعد كوب دي موند 2013 بتاع اسبانيا. كيف جاء قبل ما يصح حضر الليست نتاعو يعني باش يصح لازم يجي يقول هذا وهذا 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 وهذا. دونك كانوا موافقين الاتحاد على كل شيء وكانوا البيوات موجودين وكانوا الدنيا موجودين وكل شيء. الموسم هذاك انا هذاك اول موسم عندي انا في الدوحه. عملت موسم محترم جدا. هو اول ما صح ولا يجي يتفرج في الماتشات، الاخويا والجيش، الجيش والسد، الاخويا والسد، الاخويا والريان، معناتها لي غرو مورسو الكل يجي يتفرج فيهم باش بور فوار لو نيفو باش تتتر. حسيت في الموسم هذاك ونذكر وقتها كلمني صادف بيتش الموسم هذاك بعد كاس العالم 2013 كنت تذكر اللي انا بورت مشي لفرنسا، رجع لفرنسا وقتها في السيت ظهر لي صح فانديتش. كلمني فانديتش قال لي بون راني نتبع فيك وكذا وموسم محترم وخمم راك باش ترجع معايا في المنتخب في شهر نوفمبر باش نحضروا كاس افريقيا 2014 اللي في الجزائر. كلم راك هيك روحت في الصيف معناتها قعدت في الصيف على روحي ما كلمني حد، ما قالوا ليش راك في المنتخب، ما قالوا ليش راك في الليسته. خرجت الليسته للالعاب الالعاب المتوسطيه ما عيط لي حتى حد. بورتون وقتها كانت معناتها الناس كل مشاو ولاد صغار بون. قلت بون يعطيه الصحه كلمني لكن مانيش في الجي مش مشكل سي با غاف. رجعنا بدينا السيزون اللي بعدها بما انه هزينا كاس بطوله قطر دونك باش نلعبوا كاس اسيا. كاس اسيا اللي هي منظمتها نادي الجيش في نوفمبر 2013. معناها الحمد لله في البطوله هذيك عملت معناتها موسم معناتها بطوله ممتازه ومعناتها روندمون باهي. بالظاهر وقتها فاليرو كان يتفرج في اللي ماتش الكل. نتذكر احنا ما خسرنا ربع نهائي كونتاكت انت اي ولا نتذكر خسرنا ربع نهائي خرجنا من غدوه باش نلعبوا 5 بلاس 5 سيزون بلاس. كملت الماتش جاني مسؤول من الاتحاد قال لي اعطيني رقمك اعطيته رقمي. انا ما صدقني في الوقت هذاك ما عنديش في راسي معناها ما تجيش على بالي حتى 1%. روحت وقتها عندنا عطله صغيره وما بعدش نرجعوا للبطوله العاديه فهمتني. انا روحت للدار من غدوه كلمني معناتها راني فلان الفلاني اسكو فما امكانيه باش نقابلك؟ قلت له هذاك بليزير. مشيت قابلته في البيرو نتاعو فراح علي المشروع. والحاجه اللي الناس ما تعرفهاش انه اول انسان كلمني هو المدرب مش الاتحاد. واول حاجه حكينا فيها اللي هو المشروع الرياضي مش الفلوس وما خديت حتى فرنك باش نفتح في منتخب قطر، ما خديت حتى مليم باش نجي نلعب مع منتخب قطر. الشيء هذا نقوله كل صدق واذا كان اي انسان اخر عنده العكس تفضل يوري. لو كوتي سبورتيف هو اللي كان لو كوتي سبورتيف كان تخيز انتيريسون. كان بروجي نذكر قاعدين في البيرو والمواسم يسميني فيهم معناها نشوف فيهم الفيلم تاع 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 البروجي نشوف فيه معناها حطينا وقتها بروجي دو كاب تيتر اللي هو كاس اسيا 2014 الالعاب الاسيويه سبتمبر 2014 كاس العالم 2015 والكاليفيكاسيون للالعاب الاولمبيه 2016. يعني حطينا اربع معناتها بطولات مهمه جدا. كان الامر بشويه بشويه بديت ناخذ الثقه نتاعو بشويه بشويه. مشينا كاس اسيا 2014 ربحنا نقطه فارق مع المنتخب البحريني اللي هو محترم جدا. نقطه فارق بعد كملنا صيف كامل حضرنا الالعاب الاسيويه مشينا حطينا رقم قياسي في كوريا
اول فريق اسيوي ربح كوريا في كوريا في مباراه رسميه. ربحنا هزينا كاس العاب الاسيويه غادي الميداليه الذهبيه في انشل 2014. بعد بدينا نحضروا في كاس العالم، عملنا كاس عالم محترمه جدا، بعد كملنا عملنا كاليفيكاسيون جوز اولمبيك وقت اللي كان ترشحنا جوز اولمبيك. بالنسبه لي انا البروجي معناتها المهمه بالنسبه لي انا انجزتها كما تفهمنا رياضيا. دونك بديت نخمم باش نتعدى البالي اخر وخرج من قطر. يوسف بعد تجربه قطر رجعت للترجي التونسي اللي تواريسكي زولي باش تخسر بلاستك في المنتخب القطري. هو ماشي ريسكي، انا نعرف اللي كي باش نخرج من قطر باش نرجع لتونس خاصه تونس، لانه حتى من بعد قوي على الاقل كيف تخرج من قطر تمشي لمستوى اعلى. هذا مع احترامي، لكن انا مخي وقتها لوجنا على الاسباب فون بار، لوجت على الاسباب، لقينا تصويره يمكن تكون احد الاسباب عودتك ترجي هذه تونس. اللي انا ذي ساعة ذي بابا طيب مروش اللي هو طيب من علي، لكن طيب مروش ديما بالكونية طيب مروش لأنه يعني احنا معروفين ولد مروش اللي هو عزيز اسمه مروش. قائد فريق ترجي تونسي 17 سنة في الرجبي، أنا تولدت في محيط في جو حوم. أنا حومتي نقول لك حومتي الكل الزنقة الكل كشخي، معناها بالزهر جيت لحكي فهمت يعني الدافع اللي خليك دافع شرف يا معتز. أنا نقول لك حاجة، أنا جيت من همجة مش نعمل في اللغة ومش نعمل في اللغة. إحنا وقتها كان أوبجيكتيفنا، أنا في مخ صغير لو سول أوبجيكتيف كي نمشي نقرا في الليسي نبدأ عندي ماريو ديسبيرونس معناتها أكهو، لأن وقت في الظروف هذيك أنا مستحيل نمشي البوتيك نشري ماريو ديسبيرونس ما نجمش. وكذلك مخاخنا احنا وقتها وكبرت معانا الغرام هذيك وكبرنا معانا الحب هذيك وتقعد ديما معناتها سيتون فيرتي تقعد ديما. انا نتذكر معناتها حاجات عشناهم تعب برشا تعب صغار. انا نتذكر 17 18 سنه نروحوا من ديبلاسمون المكنيل نروح ماضي ساعتين تاع الليل في التي جي ام وحدي فما حد، ومن غدوه 7 تاع الصباح ديبلاسمون جونيور ولا كادي الجندوب. دونك الحاجات هذوما هما اللي خلوا يزيدوا يحبوك يزيدوا يخليوك تغير على كل البلاصه هذيك، يزيدوا يعطيوك فالور اكثر. دونك يخليك اوتوماتيكمون لو جور اللي ربي يعطيك اكثر قوه ولا يعطيك مجهود ولا يعطيك تالون ماذا بيك تحطو اون فالور بارابور لجمعيتك اللي عطتك. استثمروا في جمعيتك لانه انت تقول انا تعديت في البلاصه هذه بالمراحل الكل، علاش اليوم ما نرجعش وانا اقوى تكنيكمون راهو اقوى تكنيكمون واقوى بالستيكمون. نحكي مانيش نحكي حاجه اخرى وجه منفوخ خاطر لي ريزون اللي برا الكل ما يدوموش يقعد كان الصحيح. لكن صار ديسيبسيون وي انا سي نورمال باش تصير هو موجود راه في العالم الكل موجود لو موند لو موند بارفي سا نيكزيست با. مي انا هذوما حاجه من بتيتر مال انتونسيون تاعي انا بتيتر هزتني كلمة حبة برشا اللي خلتني برشا حاجات ما نشوفهم، لانه شوف راهو سيتي كلير معناها فما دي بتي واحد سيتي كلير. مي انا نقول لي مش صحيح تي لي سي با فري تي لي فهمت كي نبدا نغطي فهمت نغطي اعطيني معناتها نعمل الحلمه نتاعي. الحلمه نتاعي كانت شنو هي صدقني معناتها نذكر روحي كيما مع الحلمه نتاعي كنت جو دون لو بخومييي ميساج جواراتي تلعب برا الكل باش نعملوا كيما ليكزومبل تاع فرنسا جواراتي تلعب برا الكل الباهي والخايب ترجع العب نرجع للشامبيونان تاعي ونطلعوها نحن شامبيونان تاعي طلعوها نحن شامبيونان تاعي ويكون المنتخب التونسي فريق. انا ما عادش نلعب منتخب تونسي لكن نساهم باش نعطي ليكزومبل نساهم باش نعطي خاطر في تقويه الشامبيونان بيان سور يلزمك جواريت دو نيفو معناتها يلزمك جواريت دو نيفو يلزمك دي زيكزومبل يلزمك فلوس يلزمك سبونسورينغ يلزمك دي تيتخ. انت سامحني كي تبدا عندك في بطوله تونس انسان لعب كاس معناتها نهائي كاس العالم معناتها باش تطلع البطوله لمستوى اخر. تبدا عندك في الوقت هذاك وائل جلوز يلعب ليك دي شامبيون، تبدا عندك وائل جلوز يلعب في تونس وعنده ليك دي شامبيون باش تطلع البطوله لمستوى اخر. معناتها من غير ما نسمي جواريت معناتها الجوار هو اللي طلع النيفو نتاع البطوله. وانا حلمتي هذيك كانت انا لا بروف راني كي رجعت لتونس ما عادش ما جي راتي 3 كونتر فرنسا من غير ما نحكيو في لي ديتاي لانهم المسؤولين يعرفوا.
يعرفوا بالباغ كثير. وانا ما خاطر من 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 بديش انا نتكلم بالفراغ فهمت. سيتي سا لا ديسيبسيون سيتي سا. تصدمت بواقع اخر معناها ذاتي حقدر الثوره هذه هلكتنا معناتها ما تفهم شيء ما تفهم حد شيء. دخلت انا نذكر مره البريباراسيون ال 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 السوبر جلو نعملوا ديبلاسمون لتبولبا باش نلعبوا ماتش مع الكادي جونيور خاطر ما فما حد في الوقت هذاك جويلي ما فما حد حاضر حتى شخص حتى ايكيب. كان الكيب ناسيونال جونيور عندها درا شنو عندها كوب دي مون درا شنو نلعبوا ريال يزفر الاربيتر علاش ما لعبناش لانه الصالة سخونة وما حلوش البيبان. علاش ما حلوش البيبان؟ لا نخافوا ما فماش بوليسي. اخي احنا منين جايين؟ مش توانسة؟ ليه بلاصة سخونة شبينا نحن؟ شنية هالكره اللي خلينا نكره بعضنا حتى في بلاصة واحدة في تونس؟ انت ترضى تعمل 350 كيلومتر مش تلعب ماتش اميكال ما تلعبش وتروح؟ ترضى احنا اخي كمشي نلعبوا سوبر جلوب وحمامات ولا اسبيرانس ولا كلوب ولا الاتوال باش بدنا نضرب وترى تونس؟ العقليه نتاعنا اللي خليتك تلمون نكونوا انانيين اللي نسينا المصلحه العامه نسينا الرياضه. انا اليوم كي يموت السبور في تونس واللي هو ماشي يموت في تونس ولدي شنو مش يلعب معناها ولدي كنت يقول مش يلعب ولدي اللي يسمع فينا هو مش يلعب معناها يلعب سبور دونك يفون تيتخ اوبليجي باش يقعدوا في الشارع وماشي وتتهلك الحكايه. دونك انا هذا اللي في مخي وقت مي تصدمت بواقع غلط. واقع يقول لك لا المصالح السياسة الفلوس برشا مشاكل أخرى اللي يخليوني أنا نكون فاشل فيهم. أنا فاشل في الأمور في السياسة لا مش في السياسة لا ما نقولش فاشل في السياسة أما فاشل في الميدان اللي ما هوش اختصاص يعني تم بالاختصاص تعلق اسمع معتز جواخر وعالم اخر تحس روحك ارتيست وتحس روحك تولي عندك طاقه اضافيه تحس روحك فرحان تحس روحك تعب اكثر ونيفو اصعب برشا 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 لو ساعات نضرب ناري ما يقدروا تعب متحس روحك فرحان لانه تحس تعبك مش خاطر ثم شو ثم الاوتو معناتها الاوتو ريكومبونس حكيتك عليها قبيله تقول انا حلمتي كنت نلعب في المانيا بعد قلت لي نلعب في لورو كان مخي في المانيا بعد بحكم الظروف كبرت شويه وعندي صغار وعندي عائله اصعب المانيا اصعب برشا لانه عندك 36 ماتش راهو في الشامبيونان معناها مستحيل تقعد درجه مع داركم معناها والبطولة الفرنسية مستوى محترم جدا للسنوات الأخيرة دونك كان حلم البطولة رقم واحد في العالم كان حلمتي إني نلعب في أوروبا ربي ما عطانيش نقول بون ما جيب لا شيء قلت باهي مش مشكل ما لعبتش في البطولة الأوروبية خليني نلعب بطولة العالم نشوف المستوى وقت اللي لقيت روحي معناها النجم بطولة العالم معناها النجم عندي ما نقول في روحي فهمت رجعت لي التخمامة نتاع أوروبا وإيفري سيتي ان ريكور معناها سيتي ان ريكور في 3 ايام صح احكي لي على اللعبه احكي لك على اللعبه تحب تحكي كيفاش مشي ديبري ماتش بي جي خلينا نحكي كيفاش مشي ديبري مشي لي في 3 ايام من 12 جوان ل 15 جوان وهذه زيادة حاجة مش سهلة على الأخر وماهيش نفتخر بها لأنه الحمد لله واحد سمعته برا باهية وممتازة وقت اللي جي ديسيدي باش نخرج من اسبيرونس في 3 أيام الحمد لله صححت في فريق محترم جدا للأمانة مش بفضل فضل ربي سبحانه فضل ربي سبحانه ومجهودك هذوما الناس هذوما يهمهمش راه الوكيل مهمته شنو يجي يقول راهو فلان ديسبونيبل كهو ما نجمش يصحح لك بصير الوكيل شنو الوكيل هو سي لا كومونيكاسيون بينك وبين الكلوب قرب وجهات النظر ما فماش وجهات نظر مانيش نحكيو على نيغوسياسيون احنا تو بعد مرحله اخرى نيغوسياسيون احنا نحكيو على بريزونطاسيون يا فلان اسكو حاجتك بالسيد هذا والله حاجتي تو ندخلوا في نيغوسياسيون هو هذيك الرول البرانسيبال نتاعك يمشي يشوف النوادي اللي تحاجتها بالبروفيل نتاعك فهمت لكن مستويات من بعد دي نيفو دو ميم لي زاجون كيما الملاعبيه راه تلقى واحد ملاعبي على الاخر واحد متوسط وواحد كعب عليه فهمتني فما دي زاجون ملاعبيه يجيبها لك كان عام مزيان
مع وسام حسن بيان سور عم زين على الاخر بورتون ما لعبش برشا في الاتاك مي الحمد لله معناها جيتي دوزيام ميور بيتور ماركيت لو بالتيتيومي ماي سي با هذه عادي جدا معايا ما تنجمش تقول والله ماركيت لو بالتيتيومي عادي الحكايه انا ما دخلت لو ما تماركيت شاب اللندي ماركي عادي وضيعت نورمال عادي جدا في كاريرك ما تنجمش تقول والله ماركيتك العام لو بيان سور ديما يقعدوا لي غون ماتش اللي عملتهم بتدخل والا اكثر اهم حاجه اللي هي اللي تدخل أنا لو بنزين بنزين شو المثال اللي حاب يوصله يوسف بن علي إذا فيديو أنت هبطتها في الكونت انستغرام تاعك مع فريق شاس هنا يظهر لي معزوم مع اصحابك غنيت قالوا لك نصور طلبوا منك تغني هو لا يا اخي طلعت غنيت نشيد الوطن احكي لي يا ميلاد هي التقاليد نتاع شارتر كل جور جديد لاول استاج في الجامعة لازم يعمل بيزوتاج البيزوتاج يكون عن طريق غناية ولا عن طريق شطحة ولا عن طريق حاجة معناتها سبيسيال فوقتها فان دو ستاج كمان ستاج دو بريباراسيون عاملين باربيكيو وجو وقاعد وكل شيء دونك هما بالترتيب اكبر واحد يخليوه الاخرين فهمت دونك كل واحد غنى حاجة غناية من بلاده فما عندنا معناتها سلوفاك وعندنا ان يوكرين اللي هو كودينور اللي هو اوفرميانكو دونك والله سيتي ناتشورال والله ما لقيت ما نغني معناها وما هوش تقليل ان في نشيد الوطني القطري ولا في غنيه الاسبيرونس لانه جي ريسو بوكو دو ميساج علاش ما غنيش غنيه الاسبيرونس هما فما اون ايدنتيتي اللي كان انت ما تعطيش قيمه لبلادك في مع العباد هذوما معناها مع العباد البراينيين ما نجم حتى حد يعطيه لك وسيتي ناتشورال ولحمي قشعر ديجا كي شفت سيتي اون فيغتي اون فيغتي اون فيغتي ونتشرف اني كونت في تونس ونتشرف اني حتى توا كي نسمع نشيد الوطني لحمي قشعر سيتي با ميساج لا والله لا شكون ميساج والله لا ما فماش ميساج والله معتز والله تو سكو جو في سي ناتشورال واللي نحسو نعمل حتى في لي ستوري نتاعي مع الباليش كلمه نقولها انسان انا ما نجرى حد وما نجلطم لحتى حد اللي في مخي نقوله عندي ناس معناتها ناس تحبني ناتشورالمون لانه نعرفوني معناتها طبيعي جدا ما عنديش لاغيغ بونسي مانيش نركح في حاجه مانيش طامع في حاجه وكان جيت طامع في حاجه ما خليش الاسبيرونس وما خليش البوفوار اللي كنت جافي تو بوفوار ورانا عارف شنو نقول وما استعملتش حتى 1% من البوفوار ويشهد عليا ربي وراس وريدي ما استعملته لا لصالحي انا ولا ضد اي شخص اخر معناه مش انا بوفواري الكوره نهار تجي نبدا بالع نقول لك سامحني راك معناتها راك عندك الحق نهار تنكور بالكدا مش نبدا نلس في كتافي نقول لك لا تا بيان في واللي تخلص فيا راه وحلي لك معناه احنا في مرحله مانيش نلعب بالكدا باش نوريك راني ملاعب لا نلعب بالكدا باش كونفيرمي الفالور نتاعي اللي انت حطيتني فيها كل كسوا الاسبيرونس ولا قطر ولا توا فرنسا لانه انا توا تشوف في شارتر جو جو ان رول تري تري امبورطون انكادرمون ولي جون وراني في الصغار ما في لو سونتر فورماسيون معناتها سي ان تو والناس هذوما ما يختاروكش بالزهر ما يمشيش الزهر الغادي ما يمشيش كل شيء سيحطي فيك ونرجع انا جو سوي ناتوريل والله العظيم ما بعثت حتى مساج وبالعكس راهو شرف وراني لعبت منتخب تونس وراهو كونت في تونس وراني نقولها توا يقولوا معناتها لو تينيزيو كاتاري معناتها توا فما كلمه تونسي قبل قطر وقطر راني معناتها نتشرف شرف كبير برشا والناس مختلف وانت شخصيا نعرفك مختلف معايا في الموضوع هذا لكن انا مانيش اوبليجي عليا باش نقنعك
انا اوبليجي عليا باش نعجبك نلعب اكهو نلعب باللحمه نلعب بالاخضر نلعب بالازرق نلعب تورسنو موضوع اخر هذاك سي تان ديتاي امل يلزمني نوصل للبوتونسييل يلزمني نوصل نعجبك في لعب لا خاطرني صاحبك ولا خاطرني عدوك ونوبليجي عليك وقت اللي تعلق وانت تعرفني ماناش صحاب انا وياك نوبليجي عليك باش تقول امور باسماء باش تقول السيد هذا عمل هكا وعمل هكا وعمل هكا وعمل وذاك اللي صار وذاك اللي صار برشا ناس سمعت كلمات وبرشا ناس سمعت كلمات دونك ما فماش معناتها دي بروف كل واحد يرجع على روحه يقول شماني انا طحت نسب في السيد هذا وما بريتوش عمل وانا بدي غلط انا بدي غلط مع عباد ومشيت لهم قلت لهم اخي انا سميتك ماش خلاص قلت لهم سامحني راني كلمه وسمعتك ليه راني مخي تعب عليك وانا ما عملت انت شخصيا ما عملت لي حد شيء يا اخوي سامح كلمه سامحني عنا رزينا برشا تربيه كلمه سامحني معنيش ثقافه سامح نجم تغلط انت شخص انت لحم ودم نجم تغلط لكن احنا انفيتو باش الغلطه نتاعك يقعد متواصل وتقنعه اللي انت ماكش غلط معناها تخسر وقت وتخسر انرجي وتخسر دي مويا باش تقول سامحني علاش نجم تغلط قول سامحني تعدي وصفحه وقت مش تربيه اكثر منها رجوليه لانه الراجل يخسر لك في عينك يقول لك غلطت معايا كي تبدا انت راجل قول سامحني غلطت معاك اما الراجل لازم يجي يقول لك غلطت معاك شتي غلطت معاه يخسر لك حاجة ويمشي يترشقك في راسك فهمت دونك هذا هو معناها سي بوكو دو معناتها بوكو دو ديتاي وفيها تربيه وفيها اصل وفيها سوسيال لازم تعرف تعيش مع العباد تتحمل المسؤوليه فماش ما عادش عنه انا نورمال قلت لك توا اليوم متحمل مسؤوليتي كامله في النادي الجديد بتاعي ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله نطلع وسنين ومن بعد ما بس ياوت شوز معناها هذيك الحياه سون دي بتيت اوبجيكتيف كل ما تكمل اوبجيكتيف تتعلم المستقبل اللي التصويره هذه داخل في مستقبل الاولاد قصي وفاطمه ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله ربي يحميهم ان شاء الله ربي يعطيهم الصحه ان شاء الله ربي يهديهم ان شاء الله يطلعوا معناتها وليدات معناتها متربين باش يجيبوا لنا دعوه خير كاو بالنسبه لي انا تو السبور سي سكوندير ان شاء الله مستقبلهم يقراوا على رواحهم يتربيوا في مناخ معناتها بي سي سا لو بلوز امبورطون لانه السبور مهم جدا لكن ماهوش هو الحياه ثم باش تتواصل الحياه بعد السبور واللي مالوغوزمون الناس ما تعرفوش اللي ثم حياه اخرى بعد كاريرك نجم تعيش 15 سنه دو كارير وانت ما عشتش في الدنيا لو جور يتوقف كاريرك ما عادش تعرف تعيش مع الناس لأنه كنت عايش في حلمة كنت عايش في كذبة وأنا أقولها حتى لو صغار بالنسبة لنا هذا كله كذبة أنت إيش تسوى في الشارع أنت إيش تسوى قدام دارك أنت إيش تسوى في حومك خليش تيران أوكي تلعب اليوم وغدوة بعد عام خمس سنين تنساك الناس جين لعبة آخر تا ما تنساك الناس أما اللي يتذكرك شكون اللي يتذكرك اللي يعرفك أنت شكون اللي يعرف أخلاقك اللي يعرف تربيتك اللي يعرفك منين جيت اللي يعرفك ما تبدلتش معك. انا بالنسبه لك هي الحياه من باقي كل جمع رجال معناها يعني جمع في بليزير هذا كلام على البليش راني بلغه انا تقال لك ناس ساكيه نفسها انا الوحيد اللي قلت الخطر راني مروح الوحيد ليش تتوقع شيء انت في راسك وقتها الوقت هذاك معناتها اللي نحب نعمل بجيك تبدل اللي نحب نعمل اللي نطلب ناخذ الجيش والأخوية والريان والسد اللي تطلب تيخو قتل المرأة وماشي الاسبيروس عندي ظروف عائلية صحيح لزتني صحيح ما حتى فرنسا راي ساعتين غير بعض على تونس نجم جي كل جمعة يعني سيبا لو غيزون اني رجعت بفكر وبقناعات شخصية وحبيت وعملت الحمد لله ورجعت الجميل لجمعيتي سنه با مارشي باس اوت شوز سي با غاف مي انا ضميري مرتاح اليوم وذيك الفيل انا ضميري مرتاح ومتاكد من روحي اني عطيت 1000% ومتاكد من روحي انه جيتو في باش ننجح والناس ما تحكيش على اللي احنا هزينا شامبيونا احنا هزينا شامبيونا اليوم ولات البطوله برا هذا ما نعرفش انا تورنوا سكولير يا دي ازينا شامبيونان انت ما تقول لي خلال زيكيب الاخرين ما مش زيكيب
يا اخي الكلوب هذيك ماشي كلوب كلوب كاس حرام عامنيه قلت عامنيه محمد سوزي من بنور وما يساوي وهذا وكذا والدوال نفس الشيء شمين انا ما نحبه نقزمه اللي نحبه ونحبه ننفخه في المهب فما مشاكل سيئة فما حاجة تكون نجمه نعمله من خير برش هذيك انا مشكلتي الوحيدة كنا نجمه نعمله من خير برش عبارة عندك فراري تمشي بها في 80 يا ويلك الفراري غالي وتمشي في 80 ويا ويلك انت ماكش قاعد تجري معناها مزروع يلزمك توصل بالكدا يلزمك توصل فيزا دونك ما تدخل بعضك وهذه هي راهو شوف المعتز انا نقولها لك وتعرف من هبك هذه هي البروبليم في السبور في تونس السبور سيستيم توا نتاع نعطيك باش تلعب معناها سي دي بريفي اليوم لازم نفكر في حل انه السبور يولي ايتاتيك شركه الماكينة تمشي وحدها الشخص يسير الماكينة مش الشخص اللي 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 يسير في الرياض لو فما فرق الشخص يسير الماكينة الماكينة تمشي وحدها معناها يتنحي صالح تحط عليه الماكينة دي ما تمشي احنا تنحي صالح يموت السبور تنحي علي مو يقف لهون تنحي محمد يقف للفوت تنحي ليه ما يسمكش هكاك وغالب ما يكون شيء عمال غالط اليوم في برشلونة ماكش محتاج باش يجي فلاني صحح في كذا باش تتعدى بونت كوموند متاع يا ودي دي جنة دي ما نمشي فما رئيس وانتي خبيت وتنحى هذا وتنحى هذا ويجي هذا ومسؤول وكذا وكاليفيكاسيون وتجيب ملاعبي ويمشي ملاعبي والحاجة دي ما تدور استمرارية هي المفقودة هي معتز مش استمرارية لو سيستيم غالط غالب السيستم يزلنا نراجعوه احنا انا واحد من الناس انا ولد نهوم انا يزلني ناخذ شو زعما وانت نفس الشيء ولد نهوم وانت نفس الهوم ولد نهوم يلزمك تعمل يلزمك من موقعك انت تبدل وانا من موقعي نبدل والاخر من موقعه يبدل تو تتبدل الامور ما احنا كلنا انا نضرب فيك انت والاخر يضرب في الاخر والاخر يضرب في انا وانا نضرب في وكنا نضرب في بعضنا والهوم ماشي والسبور ماشي لكن المال قوي معامل مش المال بركة الفكر يا كابتن الافكار موجودة يوسف افكار في تونس افكار كان نقعد وتو نكتبو افكار انا كي اقترحت لو سيستيم سبونسورينغ كي اقترحت نعملو دي تورنومون معناتها في كل مرة في بلاد وسبونسوريزي باللي سوسيتي بريفي اقترحت برشا حاجات راه فما شيء لي سوسيتي بريفي بيدهم لي سوسيتي بريفي بيدهم معاش يقبل يستثمر لك في رياضة خاطر ما تدخلش فلوس بالطبيعة الحال بيان سور ما تدخلش فلوس لانه دون طول لي كا موجوده الفلوس ولا مش موجوده السبور ماشي باش ماشي باللي سورس بريفي وقت اللي تقف سورس بريفي وتلقى الحل المناسب الحل البديل تو تو اوبليج معناتها تو اوبليجي لي جون باش يتحركوا تو اوبليجي لي جون باش يجي يتفرج في ماتش هون لازم يدفع 5000 و10000 باش يتفرج تو اوبليجي كي تمشي انت انا اعطيك اكزامبل مشينا لعبنا ماتش قالها في زهوية مينيموم فما 3000 متفرج 3000 متفرج ما دخلوش فلوس خلي شعب زاوية يا اخو نعملش 10000 نعمل 2000 وبالالفين هذوكم نعمل استثمار وتبدا بشوية 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 جوار انت باش تخلص فيه مشي دخلك فلوس اسكو احنا الملاعبية اليوم ندخل في الفلوس اليوم راك تصرف قريب 3 مليارات ولا 2 مليارات باش تربح شامبيونات تسوى 15 مليون تسوى مبروك ساعات لا 15 مليون تتصبر اللي ما يعد اللي ما يجي ما يصرف لكش معناها ما يغطي لكش مصاريف تاع الجمعه في لفريق في نيفو معين في الترجي الاسبيرونس ودي ما تجيش سالير نتاع مليار في شهر واحد بالضبط يعني يزهر الواقع اللي نخبيو فيه هذا الواقع نخبوش من بعد تصدم بواقع نتاع الاهلي المصري كيفاش يخدم نتاع الزمالك نتاع المغرب توا قاعده تخدم توا تشوف دونديزون شنو هي المغرب في الهوم وشنو هي المغرب في الفوت وشنو هي والله ديجا بديت نحن كاس عالم احنا عندنا لي مويان يا معتز انا نحكي بوجيه علاش خاطر دوماج عندنا انا والله العظيم نمشي نلعبوا العام اللي رجعت اسبيرونس راني نشوف اللاعبيه راه ما شاء الله دي معناتها دي كاليتي انورم في لي كاتيجوري جو الكل في لي كاتيجوري الكل من غير ما نسمي جمعيات بين قوسين الصغار بترقى ملاعبين تقول انت اش تعمل هنا دي انا ما عمرك في المانيا انت الرجل تلقى متر وخمسة وتسعين وبدنه ما شاء الله وينقص متر انت اش تعمل هنا
ولا يقول لك راني ما عنديش حق سبيت. دماج دماج. والناس اش تعمل؟ والدولة وين؟ والنادي وين؟ والبلدية وين؟ ندخل معاك في مواضيع أخرى. شنو يسوى سبيت؟ مش تفرحوا كل الزي. شنو يسوى مريول؟ شنو يسوى سجيرة؟ صحت شن؟ يعطيوها اللي يسوى هذوما يعطيوها للقفيفة بيش يتكلموا فاهم كلمة باهية في الصحافة. يا أخوي أنت ما تكلمش بيا وين هني نخت. وقت اللي ننجح قول لي برافو نجح مفروض علي. وقت اللي نفشل قول لي راك فشلت واعطيني علاش فشلت. مش أنا هاني توا صحافي عندي ستيلو سي تان بوفوار باش نفرقع بيه الناس الكل. ليه؟ أنت عندك ستيلو سيري صلح. نورمال عادي أعطيني الحل. والله يوسف عملت وعملت سيري أعطيني الحل. فهمت نقد البناء اسمع راهو شوف وراهو في المجالات الكل توت ان شانتيي المجالات الكل ماهوش صعيب برشا. رانا احنا باريكزامبل سبورت ميدان الرياضه نجمو نعطيو ليكزامبل في الميادين الاخرى باش نصلحو بلادنا باش نمنعو بلادنا نجمو نعطيو لكن لافولونتي لافولونتي بيان سور وين لازمك تكون المصلحه العامه تغلب المصلحة الشخصية لأنه في وأنت قاعد تصلح باش تجيك مصالح شخصية اللي كنت تنجم تستنبع بها أكثر. لازمك ديما تسبق المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية. خاطر كان درت المصالح الشخصية راك باش تضيع ما عادش تنجم ترجع وقت المصلحة العامة. موضوع كبير. ليه ما نورمال نحكي فيه أنا هذا الديسكور بتاعي كل يوم راه مش جديد معناها مش حضرته في الدار أنا في باريس بيك أصلا كلمني امبارح ما حضرتوش معناها أنا هذه مخي. لازم نكون غلط اعطيني عليه اعطيني الحل. صحيح حوار كان شيق تعطيني انت توا المود لافان ما تعطينيش الحل. والله المود لافان اول حاجه نشكركم ساعه مجهود يعطيك الصحه امان يعطيك الصحه زي وجبت تعرف نحبك حتى انا نحب ملي كنت معناتها لاعب في الترجي بتونس اللي ما يعرفوش العباد صحيح انت من المركز بتاعك شنو كان؟ يا بدير انا كنت نفسع من القرايه قبل نجي نتفرج في يوسف بن علي حاجه العباد تعرف فيها يا بسمع كنت بدين مش بضبوط كيما هكا لهنا القاعده القاعده لا لا شوف سيريوز ما يعطيكم الصحه انتم والله فريمون معناتها الخضاي اللي تعملوا فيه فريمون خضاي كثير ريسبكتيو وانا من الموقع هذا نقول لكم اي حاجه تنجم تشوفوني نجم نعاونكم بها من غير ما معناتها من غير دود تكلموني ديريكت انت عندك رقمي وعندك الواحد بتاعك دونك برافو انتوما وبيكم انتوما وبينا نحن واحد باش نجموا نواصلوا الرياضه ونواصلوا نجموا نعملوا نكونوا اجيال اخرى ونتفرجوا. انا نحب مثلا نهار اللي نبطل نمشي نمشي نتفرج في الماتش هون نشيخ نحب نشيخ نحب نشوف هوند مزيان نحب نشوف تربيه نحب نشوف اخلاق لا بوني لا عرق لا واحد يعلق لي على ستريمينغ فلان الفلان يودي عليه يودي عليه. انت بوك يسمع فيك وامك تسمع فيك واخوك يسمع فيك وانت تسب في العباد خاطر معناتها انت عندك ميكرو ساعة باش تسب العباد ومن بعد تقبل على روحك عيب معناها لازمنا يودي لازمنا نهديو شويه يودي راه في الدنيا فيها موت الفوتات الاوبجيكتيف. انا كلمت يوسف انك يا ولدي يلزم تكون موضوعي ما يلزمكش معناها تسبق مصلحه جمعيتك يلزمك تقول اللي وقت اللي جامعتك تغلط تقول جامعتك غلط وقت اللي الجامعة تغلط تقول الجامعة غلط لأن أنا مانيش ننقد احنا مازال مستقبل قدامنا مازال نحبوا احنا نظرتنا للمستقبل نحبوها نحبوا سبور نظيف نحبوا سبور باهي نحبوا سبور يكون لو سبور سي اون سورس دو ديفلوبمون سوسيو ايكونوميك. علاش انا لاني ندخل منه في الفلوس في طول ولاني نفرط في العباد احنا هذايا كان ناخذوا ولا حاجه لا ناخذوا لمصلحه الرياضه لا لشيء. ماكش محتاج يا معتز خويا ماكش محتاج تبرر لانه ارضاء الناس غايه لا تدرك. وراه شوف انا ننصحك نصيحه خويا اعمل اللي يقول لك عليه مخ ثم مثل الفرنساوي يقول لك جو بريفير موغيغ افيك مي زيدي كو موغيغ افيك لي زيدي دي زوتر معناها على الاقل انت اقعد مع روحك وانا نقعد مع روحي واقنع روحك بافكارك وموت بافكارك خير من تموت بافكار غيرك انت ميت ميت وهذا لو برانسيب معناها فهمت. دونك نرجع لموضوع كلمة الختام ان شاء الله ساعة ربي يبقى ستر على الناس الكل ربي يوفق الجميع في البطولة السنة بون شونس اللي باش يلعبوا معناتها على المستوى القاري
تحية لأصحابي الناس كل، تحية للناس اللي يحبوني كل واللي يحبوني زي تحية برشة كبيرة برشة. معناتها إن شاء الله واحد يكمل على المستوى ذي، إن شاء الله نكمل مستوى بي، وإن شاء الله القادم إن شاء الله خير إن شاء الله. شوفوني بينتو في بطولة العالم إن شاء الله. إن شاء الله ربي معك. شكرا.